خلاص بقى طالما هي ماشية كده يلا بينا يا دراجون ونشوف آخر دراجون هيكون فين. طيب جد اللعيبة ملكوا جرعات أم سيرب دراجون اهو نشوف بقى ايه بقت النيل. ايه يا معلم التأخير ده كله بس بيقول لك بس اصل انا كنت متأخر 30 يوم متبنت فيهم. هو ايه الحوار ده يا صاحبي بس بالله عليك مش احنا متفقين مفيش بنزول؟ فعلا مفيش حاجة اسمها بنزول. ايوه امال ايه بقى بص بس انا ايوه ده محبة يعني خدت الشهر ده كنت طلعت صيف فيه يعني ولا ايه مش فاهم بس رجعت انا كده بثبت لنفسي ان انا ما بلعبش بحاجة ما انا رجعت بعد 4 ايام ولا 5 ايام. انت رجعت بعد امال ايه شهر ده يا صاحبي؟ هم ادوني شهر بس قالوا لي انت راجل 100 خد راجل بس الناس كلها حسني سلوك يعني من الاخر. لما فتشوا جهازك جالك ديسكورد فتشوا جهازك وما لقوش حاجه. ما انا بقول لك الحب ده سيبك منه بقى احنا نلعب رومين واحنا بقى نشوف الرومات دي لعبه دراجون يا جدعان. هل دراجون بقى زي ما احنا شايفين كده ولا ايه يا دراجون؟ ولو قلت لك افتح لي افتش جهازك ماليش فيه يابا جهاز دي تحت رجلك احلى مسا يا اخويا الطرش. شفت بيكسفني عشان ما طب والله ما انا مفتش جهازك. تعال نلعب الرومين ونشوف انا بلعب عادي ولا كلين. بس والله العظيم انا لاعب كلين بس احنا هنشوف الروم جوه وانت تشوف من منظورك وانا انا عايزك اشوفها من منظورك يعني انا عايز ابقى من منظورك اسبوع هتلينا والله العظيم يا عم على الله. خلاص بقى طالما هي ماشيه كده يلا بينا يا دراجون ونشوف اخر دراجون هيكون فين. انا جنب يا صاحبي. الله الله مش شايفني من الخط ولا ايه؟ فوق كده صح. ليه وانا اللي كنت متبند ولا انت؟ شهر غلبان كحياء بادي بادي والله ده تليفونك والله تليفونك. لا انا كنتش هنا انا كنتش هنا اصلا انا مت في حته غير اللي انا كنت فيها يا باشا. لاك بيعمل تليبورت شفت انت لاك اللي بيوقف السيرفر ده بتاع زمان ده حبيب قلبي جامد بس انت سالك بادي فاهم يعني برضو انا ما والله ما قصرت والله. ايوه ايوه فداك يا سات. لا يا حبيبي انا بتفرج عليك على التيك توك والله بس لو كنت بتفرج عليك على التيك توك. حلوه قوي النطه دي. بص 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 انت بتقتلش المتعه. يا ابن اللعيبه عيب عليك انت بتختفي من عندي ليه؟ يعني ايه؟ اه جلتش في المستوى ده جلتش. ايه جلتش في المستوى ده؟ انت تفضل تاخد لي؟ الله هاك اخفى؟ ماشي. لا جلتشات لا يا حبيبي جلتشات لا يا حبيبي. وربنا ما جلتش يا عم. يلا يلا اطلع من هنا. يا ابو المستوى ده انت عندك شوية حاجات. والله العظيم جلتش يا اسطى في البورد. مديهاله برضه. ايه ده؟ ثلاث كيلات يا جدعان مديله طبادي مديله طلقه يعني فدايا فدايا مش حاسس حظ عادي فدايا فداك يا عم فداك الدنيا كلها والعالم كله. لا هي ما جلتش انت بتحرمش انت بتحرمش ما اعرفش يا عم ده عمر قالوا لجنه. انا فول كفر. شكلك فول كفر بجد. انا عارف هتديني واحده خلصت. يا ابني ما بنلعبش يا ابني بس لو قلنا خلصت برضو في الواحد بيرجع كده للشو فاهم. عرفني فاهم عرفني. عايز من دلوقتي عادي. لا عرفني ماشي عليه بكات رهيبه بجد برضه يا جدعان. لا لا ببجي متكامل فاهمين يعني مش في حاجه واحده والله. اخويا اقسم بالله اخويا اللي هيقول لي خلصت ويكشف لي. اوف ايه يلا ده بينج واحد بينج واحد. انا عامل منظور بس كده مش هينفع اقول في الفيديو عليها اقول لك بعد تعالى خلصت يا غالي. استنى خلصت يا غالي. لا ما خلصتش. لا 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 انت كده هتبوظ المتعه بقى وهتقتل المتعه. خلصت طب يلا غضبان يلا على طول. بصوا النطه بصوا اهي بصوا هي بتبان بقى على طول كده.
انا شفت الخط بقى من عندي بقى اقول لك مفنش اه ايه يعني اطلع دراجون العب البتاع ماشي انا قلت هيطلع وينط وبتاع بقى ومين اللي فاهر كليز بالغلط والله ايوه يا كليز دي والله ودي هركليز ايه ده والله يا دراجون بقى يا عم يا عم بقى يا عم يا عم بقى ازاي اقنعني انت ازاي حبيب قلبي حبيب قلب اخوه احب السنايبر الثاني هو اللي يضرب الاول استنى اعمل رود والنبي خلصت تعالوا طيب انا مخلص من بدري لا انا خلصت الترلود يا عم موت بقى يا عم موت يا جدعان يا جدعان ايه ده ايه ده عزو ده واي يا عيني بتعرش ايه ده انت ايه اللي جابك هنا ايه ده انت جيت هنا ازاي يا صاحبي الاك معلق ده انا عايز اقتنع يا جات هيت شوت ازاي انا ضارب انا ضارب في الصدر لا 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 ما هو بان الشهر بيجي بعديه هيت شوتات عادي انا عايز مشكله حل الاصبعي اللي بيتنطط ده جامد جامد انا بس عندك دلوقتي سيبوني 1 hour later جاي من هنا بص بقى والله افتكرتك استعديت الناحيه الثانيه يا عم على الطلاق خنقتني على الطلاق انا مديت حد بضاعات في حياتي زيك يلا يا مظبوط ده 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 واحد جاي من عندي جريند ويخرب بيته يا انا مش عارف والله ضربتها فيك جامد جامد يا اسطى بنتعلم منك والله والله بنتعلم منك والله والله الواحد لما يحب يلعب سنايبر ويحب يقارن بص يعني ايه هي بقت سكيل كده دراجون فاهم اي حد يقول لك يا لهوي دي دراجون ده دراجون فاهم زي بتاعت دراجون يوم مش عارف يقول لك في السنايبر زي بتاعت بلاك فاهم ولا زي بتاعت اي حد ولا بتاعت جريندو ولا ام سولو ولا اي حد من المضابيط ماشي اخوات طرش اخوات طرش طبعا مع احترامي الكامل لام سولو لجريندو لرش سلام يا عم بقى العبوا بقى العبوا عيد بقى يا لهوي البيز لا البيز لا نايس شوت تعمل يا غالي ماشي تعمل يا غالي وانا طلعت بجسمي كده ليه لا وينك يا مظبوط يمين شمال كوتا يا نهار ازرق يا جدعان ايه ده ازاي يا اسطى يا اسطى انت عندك بتمشي الناحيه الثانيه والله بزمت كيرك في السلايد والله جامده بس انت عندك مش الناحيه الثانيه خلصت طب كده ليه مش عارف اضرب يا ابني ضم السلايد دي انا خدت الام بالغلط عشان ايه كنت عايز انتشه كده بال 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 تمام طب انت جيت منين انت جيت من احنا كنا ماشيين كويس انت جيت منين اصبر بقى هنا انا في الهنجر في الهنجر خط عندك مش مبين اي حاجه لا هتعمل جليتش انا عارف مفيش جليتش من هنا ايه فاهم اللعبه والله ضربتها يا جت ايوه جت اقوى لاعب كلينري طيب واضح ان الروم بدات تبوظ طب تعمل حسابي ان انا هكسب ده ما انت عارفني في الاول كده بخسر والله عمري ما لعبت روم يا ده فلاغ لما بخسر في الاول في الاول تحس ان انا بخسر دراجون كومباك بكسب اسمك دراجون كومباك ما تنط بقى the blue team doesn't have a lot of time left هو ليه مش بيعزفني ان هو والله عارف انت باك من هنا بس انا سباك انا مش هنا يا عم بقى ارحمه ارحمه ام اللعبه يا عم خلاص يا جدعان دراجون هو يا جدعان ما فيش حد يغلبه في السنايبر خلاص عشان نبقى عارفين بس
ملحقتش حتى ملحقتش حتى. ماشي يلا جي جي. ايه ده 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 والله قلت خلاص يا لهوي. ماشي يلا بينا جاهز. يلا حلو فرق خمسة حلو يعني. طب حلو طلعت طلعت لاعب كلين ولا ما طلعتش لاعب كلين؟ يا عم انت متبني الشهر هنعرف في الام 4. 2 hours later. راي باس انت عم انت عم منظور علي ماتش ليتس جو يا ده. تعال الجنب الثاني بقى. انا كنت جايلك اصلا بس كنت في الهانجر. كنت بتفرق الهانجر يا اخو. كنت جايلك البدا خلصت البدا خلصت. ماشي لهوي ما عرفش بسلايد يا اسطى. لا بالعكس حاسس ان انا هكسب سيك. حاسس ايه ده ايه ده انا ما طلعتش والله العظيم. ده انا بقى يا جدعان خطير خطير. انا ايش هنا؟ 105 يا جدعان يا جدعان. بص لا انا لما بلعب ام 4 على اساس ان انا بلعب سنايبر هكسب. قلت لكم سهله يلا اطلع. ايه ما طلع؟ لا دراجون انت كنت عايز تكسب. صح انت فكرتني. ايوه كفر مي انت كده هتطلع الكلب اللي جوايا. يا ساتر يا ساتر على حوار السلايد. ما تطلعلوش خليه يزق وانت تديت امنات شوتات ومثل السلايدايا اديته بادي هاي تاني يوم بقى مش يوم هو جايبك. انت ما تدمجش 118 بس هو رزقه نصيبه ما حدش بيحكم. ايوه انا بقول لك انا عليك كانت ايه. اه الهانجر بقى ما تبقاش كده بقى. كفر مي اكسباير الهانجر بقى. بالله شفتني هل رايتني؟ انا ما شفتكش وانت رايح الهانجر بس انا حسيت اللي هو لا انا هل رايتني يعني في البيكه دي يا عم عادي. الهانجر نص الهانجر مفتوح اصلا يا ابن اللعيبه. الله فاير ايه ايه ده انا لازم العب الكل دي على الايه على حياتك على الهيد. فتحت النت يعني سمعتها 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 فك ما فتحتش نت والله ربنا وربنا فتحت النت سمعتها والله ما فتحت نت. ما تحلفش بالله سمعتها اقسم بالله. ما قالش من جيم كلاسيك جنبنا يعني. دي فلاش عشان بس الحلفان. يا محمد والله العظيم انا يعني قلت اما قلتك بوكسات بس قلت لا ده فلاك صاحبي مش هينفع. والله العظيم والله قلب الطيب ده يوديني في داهيه والله العظيم. اه والله والله يا جدعان انا قلبي طيب قلبي خصايه. يلا الحمد لله. يلا بس عشان تكسب بتلود ليه يابا لوتش. انت جبت هنا امتى؟ 111. لا دراجون الكامباك فين بتاعتك؟ انت مش بتقول لازم تخسر اول روم بعد كده اول روم بعد كده تعدلها؟ يا حبيبي لسه 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 لسه. طب يلا بعد خلاص بيضرب طريقتين. انا هنا يا ابني انت قدامي اصلا. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ولا كاني دمشته يا جدعان. ما حدش يطلع في بري فاير ام 4 اسمعوا الكلام بقى اسمعوا الكلام. يا ابن اللعيبه بتطلقك ايه ما شاء الله ان شاء الله برضو يعني ما شاء الله. انا كنت شايل السلاح ليه دلوقتي بيبري فاير ما تطلعش تمام. ايه ده خد نفس عميق. انت جيت هنا امتى؟ انت كنت جول هانجر انت ازاي طلعت في الجنب ده؟ انا هنا شمال انا بلعب بسلايد يعني بص هكسب. ماشي انا كمان برلون. انا مش هقولكم ده انا اتزنقت في الحيط. ريلودينج يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. عندي عده 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 كده. الماوس خلص يا اسطى الماوس خلص يا اسطى. يا جدعان بلاك ايزي يا جدعان بس ايه انا اللي مش أيوة مش مسخن. أيوة مش مسخن طبعا هنا بيبايك انت كنت عامل سلايد جاري فاهم عادي عشان ما يزنقكش. ما انت لو عدينا تجي لك هنا فاهم انت مبايك من هنا اكزاكت. الفيست فاهم وهو جاي له كده اهو اهو اهي سهله
والله بعرف ازاي. ايش ايش ده، انت لتك سودا مش سودا، لا سودا قديني. انا مط انا مط اجي وراك مش هسيبك، بص اجي من هنا. killing spree for the red team. دراما دراما تاني، احنا هنجيب دراما. تلحقش تعمل برون فاهم انت، وانت انت بتنزل انت بتموت يعني، يا ريتك بتشوف الارض. a few moments later تطلع على السرد، واول ما تطلع تروح مش طاير، راح طاير. ما تجريش على الكلبش، انت لسه قال لهم ما تجريش على الكلات. مش انت قال لهم ما تجريش على الكلات؟ بس انا باخد السرد في كتفي فاهم، انا وهو واعي. اهم حاجه تلعب على حياتك. خليك معرف والله، خليك مركز معرف. جامد يا جدعان عليه. عليه حزق تصاحبي لعبتك ولعبتي على السكه وعلى الدغري. كده كده بعد ما انت بتسحب دمي كده ازاي يا اسطى؟ انت بتسحب دمي وانت مش باين ازاي بقى دي دخلت، ازاي بقى دي دخلت عليك؟ ما دخلتش عليك قصدي، انا قلت انت هتضرب من الخرم راحه يعني. يا ديني بلاك، انا مش هنا بلاك، اصبر على مش كده. انا طالي ما رحلكش، انا بتضرب بس، انا ما طالي ما يروح. يا لهوي على السباكه، لازم ارجع عشان ايه. هدنا هدنا هدنا، اوش اسحب يا صحه. راح خلص ازاي؟ ما عدتش يجري على الكل، ما عدتش يجري على الكل يا صاحبي. لعبتك ولعبتي. لا 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 عاش والله، لعبتك ولعبتي والله. انت عارف احنا الاثنين يعني من غير فشخره، انت تمسك اي حد في السنايبر تنجده، انا امسك اي حد في الانفرا نجده. اتكلم في الناس اللي بتلعب تلعب كلين. كلين ايوه كلين. عشان ايه؟ خليك خلي بالك من الكلمه دي، عشان الدراما من دول. ايوه عشان الناس اليومين دول بقوا بيطيروا في الجو شخرفص. ايوه والله، واحد يروح نطط ورفع لك ضربه كده فاهم. يلا روح اعمل اكونت وروح. يلا انا جامد، انا لعيب. مش مستاهل يا جدعان يعني. فالتقيل تقيل دراجون بيطلع لايفات على الفيسبوك من 2019 ولا 2020، وهو بيطلع لايفات كلها رومات دي ام سنايبر. فمحدش يعني يجود ويفكر ان دراجون يكون مشغل حاجه ولا كده، لانه واحد بيلعب بقاله سنتين، فطبيعي ان هو يمسك اي حد يبهدله. ماشي، ما انت يعني انت لو بطلت شويه ورجعت هترجع لاحسن من مستواك كمان. طب يا جدعان كده خلصنا من دراما بلاك، وخسرنا في الرومين اي ار سنايبر. طبعا والثلاثه رومات. وخسرت واحد اوت لايف، قلت له اوت ريكورد عشان قلت له احنا هنسخن. طبعا أيوة. ده ما حصلش، بس صدقوني طبعا حصل. انا ما بكذبش عليكم. حصل يا جدعان، ما بيكذبش. حصل اتمنى يا جدعان يكون الفيديو عجبكم. لو عايزيني الاعب بلاك شوت جن سيبوا في الكومنتات، عشان انا فعلا عايز العب شوت جن بجد بجد. انا نفسي العب حد يوتيوبر شوت جن، محدش بيوافق مش عارف ليه. بيقولوا ملهاش لازمه، بس انا بحبها. بيقولوا ملهاش لازمه، هي سنايبر لا من فوق. يا جدعان لو عجبتكم الفكره تعالوا نلعب واحده شوت جن، تمام؟ اكتبوا في الكومنتات كده العب انت وبلاك روم شوت جن. هكسر اخد حقي. مش انا كسبت روم واكسب روم، يبقى الثالثه اللي تحت. ايوه صح، تمام طيب. يلا يا جدعان اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سوشيال ميديا اشتراكايه ولايكايه عندي، واللينك بتاع بلاك في الديسكريبشن، واللينك بتاعي عند بلاك في الديسكريبشن. ما يعني تاثروش معايا يا جدعان، انا وطن زي بعض يعني. ماشي يا جدعان اخويا، انا مسالي اهلا وسهلا.